صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار السبت 12 كانون الثانية جانيوري 2013. امبارح عم لفتتني يعني ظاهرة كتير مهمة كانت بالطرقات. كل الناس حسيتهم بالثلاث ايام اللي قطعت فيهم العاصفة كأنهم كانوا قاعدين بطنجرة الضغط، وفجأة شلنا عنهم الغطا وفلتوا بالطرقات مثل ما بيقولوا. عجقة كانت مش طبيعية، وكل الناس أكيد كان عندهم كتير أشياء بدهم يخلصوها. كل الناس كانوا حاسين حالهم مزروبين مثل ما بيقولوا، حاسين حالهم ما قادرين يتحركوا من بعد ما كانت ساندي الأمريكية اللي تم تسميتها بلبنان أولغا، ما بعرف ليش سموها أولغا، بس هالعاصفة اللي قطعت علينا واللي للأسف عملت أضرار كتير كبيرة إن كان على صعيد المادي أو على صعيد البشري، واللي بنتمنى إن شاء الله إذا رجع إجا عاصفة تانية، لأنه من المتوقع يكون في عاصفة تانية قريبا، إنه ما يكون عندها ولا عوارض جانبية مثل ما بيقولوا أبدا، وتقطع بخير وسلام على جميع اللبنانيين، لأنه نحن دائما بنقول إنه إن شاء الله يا رب يكون الشتاء دائما بيحمل معه الخير. اليوم وبكره أكيد طقس كتير حلو وعم بيقولوا بالأرصاد الجوية، وأكيد كل الناس رح يكونوا موجودين بالجبال خاصة بفريا وبالأرز لحتى يعملوا سكي، هالرياضة الشتوية المعروف فيها لبنان، وخاصة وإنه كل الناس بينتظروها وكل الناس كانوا ناطرين انه يصير في ثلج بهالكميه لحتى يقدروا يستمتعوا بهالرياضه الشتويه اللي هي السكي، واللي بنعرف انه كمان كثير من الاشخاص بيجوا بيقصدوا لبنان من الخارج حتى يمارسوا هالرياضه الشتويه اللي ما حدا بالمنطقه عنده اياها، ونحن دائما بنقول انه الحمد لله عنا هالسكي اللي موجود عنا بلبنان. وللاسف بخلال هالفتره كنا دائما نقول انه بتكون نص ساعه لتطلعوا من الساحل الى الجبل، نوصلوا هالمره الساحل بالجبل بخلال العاصفه، انما هالمره ان شاء الله بيرجعوا بتشعروا انه كل منطقه عندها خصوصيتها الخاصه فيها. اليوم محطاتنا عديده رح تكون بعالم الصباح، وبدي اقول اكيد سلامه قلبهم لكل الاشخاص اللي مرضوا، لانه بنعرف انه كمان رواسب العاصفه كانت كل الاشخاص صار عندهم جريب، صار عندهم مرض رشح وغيرها من العوارض اللي لحقت العاصفه. بقى بنقول لهم انتبهوا على حالكم، دائما بنقول لكم انتبهوا على اذا فينا نقول صحتكم، لانه بنعرف انه بهالفتره بصير الجريب كثير طويل وما بنعود بنخلص منه ابدا. اليوم الشيف رح يحضر لنا طبقين حلوين مثل كل نهار سبت، ومعنا اليوم الشيف فيصل بالاستوديو. شيف صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ شو اليوم عندنا؟ اورنج بودينج وعندنا كمان سينرول، كمان سينرول او سينمون رول على طريقتي الخاصه. كل الناس كثير بحبوا السينمون طبعا، وكل العالم بيسالوا كمان في شغله هلا مفاجاه للناس اللي بيسالوا اذا بتصير دايت لايت او لا، لانه سبقتني، لانه بنعرف قديش بخافوا الناس انه عجينه السينمون رول انه كثير فيها زبده. صحيح. بقى منيح رح تعطيهم اليوم حتى كمان الحشوه كمان بيكون فيها دسم كثير، زبده وكاستر كريم والى اخره. رح ننتظرك بخلال العالم صباح لليوم. بنذكركم دائما انه مثل ما نحن متواصل معكم فيكم انتم تبعتوا لنا وتفتحوا صفحه الفيسبوك تبعيتنا عالم دوت الصباح، فيكم تعملوا تويتس لنا على صفحه تويتر لعالم الصباح عالم الصباح، وفيكم تبعتوا لنا ايميلز على عالم الصباح @future.com.lb 2A بالاول. بريفيو اليوم وبنرجع. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. بالحلو بلبنان نتعرف على الأب سايكلينج وأهمية إعادة استعمال النفايات الصلبة. آخر أخبار التكنولوجيا والدير مندار مع عامر بآينو. عطريقك وهواية اقتناء السيارات الكلاسيكية، ضيفنا من جمعية يازا بخبرنا عن القيادة الآمنة خلال العواصف والثلوج. ما بدها هالقد تنكيت على العاصفة مع ميلاد يلي رح يفسر لنا إذا النكت يلي سمعناها هي طريقة تفكير إيجابية أم لا. أغراض جديدة ومفيدة للبيت والجسم والعيون مع دومينيك بتي في شوبينج. ورشة ملح على السينارول مع الشيف فيصل. فإذا مثل ما لاحظتوا كمان فقراتنا اليوم فيها كتير مواضيع متعلقة بالعواصف وبالشتاء وباب الأمور اللي صارت بأول أسبوع الحالي، إنما دايما بتكون بداية عالم صباح مع الأبراج وكارمن. صباحكم بألف خير. اليوم السبت 12 كانون الثاني يناير. اليوم القمر مرافقنا برج الدلو على الساعة 11 بيوصل لبرج الدلو، والأجواء بتصير حلوة للأبراج الهوائية. مواليد برج الدلو، مواليد برج الجوزاء، وأيضا مواليد برج الميزان. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ خلونا نشوف، والبداية طبعا بتكون مع أول الأبراج برج الحمل يلي اليوم نهاره مفروض يكون حلو، بيرتاح من مشاكل اليومين اللي مرقوا. الجو اليوم عنده إيجابي، الجو حلو لأنه في ناس توقف لجنبه، أصدقاء ومعارف بيساعدوه، بيزقفوا له، بيشجعوا. من الأيام الحلوة يلي لازم تدخل فيها بالنشاطات، وبيبقى المولود الأنشط 16 ل19 نيسان أبريل. بنتابع الأبراج وننتقل للبرج الثاني يلي هو برج ترابي برج الثور.
ويلي اليوم مسؤوليات عنده كبيرة صعبة يمكن مهمة جدا، فلذلك ما تستهين فيها، ما تستخف فيها، ما تهملها. يمكن اليوم تسمع الخبر اليقين، يمكن الانتقال لترقية إلى مكان أفضل، إلى محل أفضل، يمكن اليوم يوصل. لذلك خلي التوتر على جنب، وبعتبر الأكثر حظا مولود 9 لـ12 أيار مايو. بنتابع أبراجنا، بننتقل للبرج الثالث يلي هو برج هوائي، برج الجوزاء. وأخيرا بيرتاح شوي مولود برج الجوزاء، بيلاقي إنه في إمكانية لحتى يغير، لحتى ينقح أمور، لحتى يظبطها، لحتى يغربلها. اليوم في سفر، اليوم في تقدم، اليوم في استيعاب لأمور جديدة والناس بتستوعبك. من الأيام الإيجابية فلذلك تقدم، وبعتبر الأكثر حظا 27-28 أيار مايو. بنكمل الأبراج وبننتقل للبرج الرابع يلي هو برج مائي، برج السرطان. اليوم مولود برج الجوزاء، برج السرطان عفوا، بيرتاح من هالغيوم السوداء اللي رافقته في اليومين السابقين. اليوم في انفراج، في انقشاع، في تقدم، في راحه، في طمانينه. يمكن هلا مش هالقد، لكن على الاقل مقارنه باللي مرق باللي عاشه اليوم في ارتياح. اليوم مولود برج السرطان، مطلوب منك تغربل الامور لتوصل لنتيجه ولحل او لتسويه. اليوم ما تحاول انك تفرض رايك، اليوم يمكن تعتذر او تتراجع عن رايي. وبيبقى الاكثر انفعالا اليوم هو مولود 15 لـ19 تموز، اما الاكثر حظا بعتبره 2 و3 تموز يوليو. بنكمل ابراجنا، بنوصل للبرج رقم 5 يلي هو برج ناري، برج الاسد، يلي اليوم نهاره معقول يحمل له خلاف، انزعاج، استياء وانفعال، معقول يسود وجهه. يمكن تختلف حتى مع شريك حياتك، طول بالك، بعد عن المشاكل، انتبه من مخالفة القوانين، لأنه الحظوظ اليوم يمكن ما لنا هالقد مميزة. وبعتبر المولود الأكثر عدائية أو الأكثر انفعالا هو مولود 5 لـ9 آب أغسطس. بنكمل الأبراج، بننتقل للبرج السادس يلي هو برج ترابي، برج العذراء، ويلي بنصحه أنه يشهل بهاليومين إذا ما بده معاكسات بدربه. اليوم نهار طويل عندك مولود برج العذراء، لكن ريوردينج، يعني بيحمل ثمار جيدة إذا أنت اشتغلت عليها. نهار كتير حلو، نهار مميز، نهار بيسمح لك أنك تتقدم، لكن بدك تكون فعال efficient وعندك حس بالمسؤولية. بلش عبكير، اسمع مني، وبعتبر المولود الأنشط والأكثر حظا هو 14 لـ19 أيلول سبتمبر. بنكمل الأبراج، منتابع وبنوصل للبرج السابع يلي هو برج هوائي، برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، حلو حلو اليوم، في انفراج، في راحة، في مصالحة، ويمكن في صداقة جديدة بتتطور. الجو اليوم بيحمل لك علاقة وتفاهم مع أولادك، مع أهلك، مع أخواتك. اليوم يمكن تنضم لنادي جديد، يمكن اليوم حابب ترفه عن نفسك. المهم اليوم نهار بيحمل حظوظ، فكرر المحاولات. وبعتبر المولود الأكثر حظا 30 أيلول سبتمبر 1 أكتوبر تشرين الأول. منتابع الأبراج ومننتقل عفوا للبرج الثامن يلي هو برج العقرب. بقول له لمولود برج العقرب اليوم نهار يمكن يحمل لك قضية عائلية أو شخصية، يمكن تنرفز، يمكن تعصب، يمكن أولادك يجيبوا علامة بمدرسة ممنيحة فبتقوم تعصب، يمكن أنت تكون مريض، يمكن يصير عطل بالبيت ينرفزك شوي. جميع الأحوال الأمور اليوم بدها أخذ وعطى، بدها حوار، وإلا الأمور اليوم معقولة تتأزم شوي مش كتير. لذلك طول بالك، يمكن يكون أنت مريض فريح حالك. يبقى الأقل حظا 2 و3 نوفمبر تشرين الثاني. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج التاسع يلي هو برج ناري، برج القوس. قلوا لمولود برج القوس اليوم في راحة، اليوم في راحة بمعنى ارتياح. اليوم عفوا يمكن يحمل لك حتى زيارات، يمكن تتنقل من مكان إلى آخر بشكل مستمر، بتتعب لكن في نتائج. اليوم نهار مسهل منه سلبي على الإطلاق، فقوي قلبك، قدم امتحاناتك وروح على مواعيدك. وبعتبر الأكثر حظا 27 لـ29 تشرين الثاني نوفمبر. بنكمل الأبراج وبنوصل للبرج العاشر يلي هو برج ترابي، برج الجدي. وبعتبر نهاره اليوم مولود برج الجدي حلو، لأنه في بحث، في مسألة بهمك أمره يلي هي المادي، المصاري، حساباتك. الجو اليوم بيقول له لمولود برج الجدي عفوا أنه يمكن
يمكن في مفاوضات مالية تجارية، صفقات مهمة، يمكن حتى اليوم تكرم، يمكن بيعطوك كادو، يمكن توصل إلى مكافأة أو تشجيع معنوي. أنا بعتبر اليوم مولود برج الجدي من الأبراج الحلوة واللي عندها حظوظ، وبعتبر الأكثر حظا بعده مولود كانون الأول ديسمبر. منكمل الأبراج وبنوصل للبرج رقم 11 يلي هو برج هوائي، برج الدلو يلي القمر ببرجه. مولود برج الدلو أجواءك اليوم نشيطة قوية حلوة مشجعة، بعكس تقريبا الأسبوعين اللي مرقوا. اليوم مولود برج الدلو أنت شخص نوعا ما قادر تحسم الأمور، نوعا ما قادر تنظر للأمور من منظار منطقي وموضوعي، لكن بشجاعة تقدر تاخذ الخطوة والمبادرة. الجو اليوم يمكن يحمل لك حتى طلة جديدة أو يمكن حتى يحمل لك خبر جديد. وبعتبر المولود يلي لازم ينتبه من السرعة والمجازفة مولود 3 ل 7 شباط فبراير، كونوا حذرين. منتابع الأبراج بنوصل للبرج الأخير يلي هو برج مائي، برج الحوت. بقول له لمولود برج الحوت اليوم نهار حلو ترتاح فيه شوي، حلو حدا يقوم عنك ببعض الأعمال، حلو تخلي حدا يساعدك، حلو ترتاح، تبعد عن الأمور الجديدة، عن المجازفات والمغامرات. نهار ما خرج تحط حالك بجو جديد، تقوم تتعرف على شغلة جديدة أو تكتشف طريق جديد. اليوم نهار حلو لمولود برج الحوت ليرتاح، يكتفي بعمله الروتيني، يهتم بحاله ويدلل حاله. انتبه من خيبات الأمل، خاصة مولود 2021 شباط فبراير، فتح عينيك منيح. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه كثير مهمه، سنه حلوه كثير، سنه معقوله تحمل له كونترايات، يعني عقود جديده، اتفاقيات بتحمل مصاري، ارباح وتقدم، ولكن معقوله حتى تتم بالسنه التي تلي هالسنه. كانون الثاني يناير، ايار مايو، وايلول سبتمبر هن افضل الاشهر. هذه كانت ابراجنا لليوم، نتمنى للجميع نهار حلو، الى اللقاء بكره مع ابراج جديده، باي باي. شكرا كارمن. لحتى نتعرف اكثر على ابسايكلينج رح ننتقل بعد لحظات لحتى نكون مع الحلو بلبنان، خليكن معنا.